البنات، هذه الحريرة التقليدية سهلة ماهلة بسيطة البنات كما كتشوفوا بالحالو. جربوا البنات احسن ما كاين في الحريرة. البنات السلام عليكم، كي دايرين اشخباركم البنات؟ اليوم بغينا نديرو الحريرة، واخا عارفة كلشي كاينين بزاف ديال الناس ما عارفينهاش، وبغيت نديرها معكم ومرحبا بالناس الجداد والقدام وكلشي اللي عندي في القناة. البنات كما كتشوفوا قدامي عندي هنايا التوابل، عندي الخرقوم، عندي سكينجبير، تحميرة، ملح، وعندي البنات الإبزار. انا درت لي قمع على حساب عائلتي البنات، وحنايا الحريره كيديروا فيها اللحم مقطع البنات كويا قطيعات، انا درت على حساب العائله راه ما دايراش الغرام. وعندي البنات بصله وحده محكوكه، وعندي الحمص، حمص البنات، عندي الحمص. كتشوفوا عندي هنايا القزبر والمعدنوس، القزبر والمعدنوس البنات راه كلشي كيعرفهم القزبر والمعدنوس. انا طحنتهم غير في الطحانه، اللي بغى يديرهم بالموسيقى طحهم، اللي بغى يطحنهم في الطحانه. وانا الكرافس كنرميه كويا حتى يطيب وكنحيدو، كيطلق ليا النسمه ديالو خير من تقطعيها البنات. وعندي الطماطم ما حكيتهمش، عندي غير الطماطم هادو ديال القرعه اللي عندكم نتوما، عندي نص هذا دابا، وهاد الاخر اللي بقى نديرو من بعد فاش نبغي ان شاء الله ندير صافي، فاش نبغي نخلطها من بعد. وعندي البنات تبقى لي الشعريه، وغتبقى لي كنور ديال الحريره حتى نبغي ندور الحريره ديالي. التدويره ديال الحريره ديالي هي هذه، كديري الدقيق صافي وكتخلطيه هنايا هكايا، هذا هو القوام ديالو ملي كطيب لي الحريره ان شاء الله. وانا غنقليها ملي كطيب لي ان شاء الله صافي انا ندورها، تنخلي هاد التوابل هادو يطيبو وحدهم. البنات كما كتشوفوا دابا انا درت الماء ملي تقلات ليا، وغادي نسد عليها نخليها طيب تطيب ان شاء الله، وغادي ندورها مجموعين. خليكم معايا حتى الاخير البنات. كما كتشوفوا الحريره ديالي ملي طاب الحمص، غندير كنوره البنات، غندير الشعريه ديالي صافي البنات، غادي نحاول باش نهز هادو حيدهم عليا باش انا ندير ان شاء الله ندور حرير ديال البنات. وتبقاو معايا حتى تشوف انا السخونه راه مصاحبين. راه كتعجبني شي حاجه اسيويه البساطه صافي. دابا نسول كتشوفوا دابا اللي بقى ليا ها هي الدقيق ديالي اللي خلطت مع الماء، واخا يدير لكم كويرات في الاول راه كيذوبوا البنات، عام التخلاط يبقاو ونخلي الدقيق يبقى يطيب البنات مزيان مزيان، ماشي اي يطيب. هو ديك المكرونيه انا فيها 12 دقيقه، يكون ديك الساعه الدقيق طايب ليا معاه. خليكم معايا حتى الاخير كما تشوفوا الحريره جا نسمى يا سلام. البنات هي دابا طابت ليا، نخلي غير واحد جوج دقائق صافي ونحضرهم مجموعين، سهله مهله البنات. هذه هي الحريره التقليديه المغربيه كما كتشوفوا الشكل ديالها، سهله مهله. تنتمنى من الله يعجبكم الفيديو، ما تنساوش تعملوا لايك باش توصلوا دائما باي جديد. حاجه البسيطه والجميله، رمضان مبارك سعيد.